حاولت نبسطوكم باش يجيكم ساهل. بالنسبة للسولو كنلعبو، هو كيتلعب خفيف باش يخرج لكم كيما تخرج لي انا، خصكم تلعبوه خفيف. المهم نشرح لكم البارتيات بالتدقيق باش ما تلفوش. نقسم لكم على ثلاث البارتيات. بالنسبة للبارتية الاولى كنحطو صبع في تروازيام كورد دوزيام كاز، كنضربو ضربة، كنضربو الكورد رقم جوج خاوي، كنضربو الكورد لا رقم جوج وكاز رقم الاولى عامرة، كنضربو تروازيام كاز كورد رقم جوج، كنضربو في الكورد في الكاز رقم واحد، كنضربو في الكاز رقم جوج في الكورد رقم ثلاثة. بهذا الشكل هذا نتوما اللي لعبتوه بهذا الشكل اللي يخرج لكم بهذا الشكل هذا، ماشي يخرج لكم كيما بغيتو نتوما بحال هكا. كيما كتشوفوا شنو كندير، كنلعب هنايا كنزيد، كنلعبو في الاول عادي هنا، يعني كانت كيف في الكورد رقم جوج في الخانة الاولى كنزرب الكمالة، كنزرب فيها. نعاود لكم بهذا الشكل هذا، وكنشدو الله وكنلعبو الفرا. نمشيو للبارتية الثانية. البارتية الثانية كيفها؟ غير واحد البارتية كتعاود جوج ديال المرات، كتجي على هذا الشكل. فحالها غير واحد البارتية كتعاود، كنلعبو في الكورد رقم ثلاثة في الكاز رقم جوج ضربة، وكنلعبو الكورد اللي تحت منه كورد رقم جوج خاوي، كنضربو في الكورد رقم في الكاز الخانة الأولى عامرة، في الخانة الثالثة عامرة، في الخانة الأولى عامرة، في الخانة الثالثة عامرة، في الخانة الأولى عامرة، كنطلعو الكورد رقم ثلاثة في الخانة الجاوية. كتجي لهاد الشكل البارتي اللي كتعاود هي هادي، كتجي لهاد الشكل. قلنا كنلعبو الكورد رقم ثلاثة في الخانة الجوج، كنضربو في الكورد جوج خاوي، كنضربو في الخانة الأولى في الكورد رقم جوج عامرة، هنايا كنزربو. كنشدو الكورد لا وكنلعبو. البارتية الثالثة كتجي على هذا الشكل هذا، كنلعبو البداية كيما هاد البارتيات اللي فاتو، هي كنزيدو واحد البارتية اخرى، كنلعبو الكورد رقم ثلاثة في الخانة رقم جوج، الكورد رقم الثاني خاوي، نحط نلعبوها ثاني في الخانة الاولى في الكورد رقم الثاني، في الخانة الثالثة، في الخانة الأولى، في الخانة الثالثة، في الخانة الأولى، في الخانة الثالثة، وكنلعبو سلاي حتى الخامسة. سلاي هي هادي، هادي هي سلاي، من الخانة الثالثة حتى الخانة الخامسة، وكنعاودو ضربة في الخانة الخامسة، وكنعاودو ضربة في الخانة الثالثة، كنعاودو ضربة في الخانة الأولى، كنعاودو ضربة في الخانة الثالثة، كنعاودو ضربة في الخانة الأولى، كنطلعو الكورد رقم ثلاثة في الخانة جوج، كتجي لهاد الشكل. Thank you.
سولو ساهل ما صعبش، غير ركزوا معاه شوية غادي تفهموه. ودابا نخليكم مع الشرح ديال في هاد الأغنية هادي. أول كورد اللي هو لا، كنديرو صبع في الدوزيام كورد البروميير كاز، كنديرو صبع الثاني في الكاتريام كورد الدوزيام كاز، صبع الثالث في التروازيام كورد الدوزيام كاز. مورها كنلعبو الفا بهذا الشكل هذا، كنديرو الباري في البروميير كاز، هاد الصبع هذا كنديرو في التروازيام كورد الدوزيام كاز، هاد الصبع هذا في السانكيام كورد التروازيام كاز، هاد الصبع هذا في الكاتريام كورد التروازيام كاز. بالنسبة للكورد الثالث اللي هو سول، كنخليو يدنا في الفا كيما كانت، كنحركوها بهذا الشكل هذا، كيولي هذا الباري في الدو تروازيام كاز، هاد الصبع هذا في تروازيام كورد، هذا السانكيام، هذا في الكاتريام. موراها كندوزو لا، كنمشيو الباري السانكيام كاز، كنديرو هاد الصبع في السانكيام كورد ساتيام كاز، كنديرو هاد الصبع في الكاتريام كورد ساتيام كاز. هادو هما الكورات. بالنسبة للمبتدئين اللي ما كيقدروش يشدو البار كورد، ممكن تاهما يلعبو هاد الأغنية. كنلعبو الكورد الأول لا عادية، الكورد الثاني البلاصة الفا كنديروه بهذا الشكل هذا، كنخد صبع في الدوزيام كورد، كنديرو هذا في صبع في التروازيام كورد دوزيام كاز، هاد الصبع هذا في السانكيام كورد تروازيام كاز، هاد الصبع هذا في الكاتريام كورد تروازيام كاز. كنلعبو صول بهذا الشكل هذا، كنديرو صبع في السانكيام كورد دوزيام كاز، هاد الصبع هذا في السيزيام كورد تروازيام كاز، هاد الصبع هذا في البريمير كورد تروازيام كاز، وكنرجعو لا. يعني لا كتلعب جوج ديال المرات، كتجي على هاد الشكل هذا. بهاد الشكل هذا كتلعب. دابا غندوزو الشرح ديال الأغنية. حاولت نختار لكم أسهل فراب باش تلعبوه. الفراب ساهل بصح كاين واحد المشكل، هو الوقت ديال الأغنية، خصكم تضبطوه مزيان حيت الفراب ما فيش شي حاجة. نوريكم الطريقة، ولكن الوقت ديال الأغنية خصكم تحلوا معاها عقلكم. الفراب كيجي لها الشكل هذا، ثلاثة ديال تحت وثلاثة ديال فوق، ولكن خصكم التكنيك باش تلعبوا الفراب، حيت كيجيني هذا السؤال بزاف، كيقول لك كنلعب الفراب بالطريقة ديالك ولكن ما كتلعبش ليا نفس الصوت. حاجة عادية راه كيبقى في التكنيك ديال اليد، داكشي كيجي مع المدة. خلينا في الموضوع ديالنا. قلنا كنلعبوا ثلاثة ديال تحت وثلاثة ديال فوق، كيجي لها الشكل هذا، تحت فوق 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 تحت 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 فوق 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 تحت 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 فوق 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 تحت تحت تحت. كما كتشوفوا كنلعب تحت تحت تحت، كتشوفوا كنلعب بهاد جوج صباع كنهبط بهم. كاين اللي كيلعب بغا يلعب بهذا يلعب بهذا، انا كيعجبني نلعب بهذا، داكشي يبقى في التكنيك ديال الواحد، كل واحد باش كيلعب. قلنا كنلعبو تحت 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 فوق 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 تحت تحت. كما كتشوفوا كنلعب دوك ثلاثه ديال الفوق، كنرجع تم تم كنعاود ننزل ثلاثه تحت 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 فوق 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 تحت تحت تحت. كما كتشوفوا نعاود لكم تحت 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 فوق 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 تحت تحت تحت. حاولوا تعاودوا مورايا تبع الهضره كيفاش كنطقها، كما مثلا كنطق تحت 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 فوق 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 تحت تحت تحت، نطقوها بحال هذا الشكل باش الوقت ديال الاغنيه يشدوه مزيان. هذا هو الفراب اخوتي، ونتمنى يكون عجبكم الشرح، وما تنساوش واحد لايك وشي كومونتير زوين باش تدعمونا اكثر واكثر، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا بيس عليكم.